متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. إن شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء هذا كيف ما ديما وكيف ما معودينكم. فاحنا كل نهار كنعلنوا على حصيلة ديال بالنسبة للإصابات بفيروس كورونا وكذلك الوفيات، وكنشوفوا الحصيلة كل نهار. بالنسبة اليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1230 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس في المغرب 33237 إصابة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 9 غشت الجاري. وأضاف ذات المصدر خلال التصريح الصحفي اليومي أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية قد بلغ 141731 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأضاف ذات المصدر أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 498، وتم التأكد من 1157 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 23347 حالة. وكيف ما ديما فوزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا، يا ربي ان شاء الله تكون أزمة وتفوت ان شاء الله بإذن الله. يعني هادشي الاصابات غادي نكون كيتزادوا، فنحاولوا اننا ناخذوا الاحتياطات ديالنا اكثر واكثر واكثر، الاحتياطات الاحترازيه ديالنا اكثر واكثر، اللي منها الكمامات وكذلك وسائل ديال التعقيم والتنظيف وكذلك مسافه الامان بيننا وبين الشخص الثاني. غنعاود الحصيله بالنسبه للناس، يلا التحقوا بنا على المباشر. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1230 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة في المغرب 33237 إصابة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 9 غشت الجاري. وأضاف ذات المصدر خلال التصريح الصحفي اليومي أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية قد بلغ 141731 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأضاف ذات المصدر أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 498 حالة، وتم التأكد من 1157 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 23347 حالة. وكيف ما ديما فوزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا، كنتمنوا يا ربي ان شاء الله هذه الازمه هذه تفوت ان شاء الله باذن الله. نحاولوا غير نبقاو في الاحتياطات الاحترازيه ديالنا، ونحاولوا كذلك ما نستهنوش بهذا المرض. يعني ديما اننا نبقاو في الاحتياطات ديالنا، اللي منها الكمامات وكذلك وسائل ديال التعقيم والتنظيف وكذلك مسافه الامان بيننا وبين الشخص الثاني، هذه هي اهم حاجه. غنعاود الحصيله بالنسبه للناس، يلا دخلوا على المباشر. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1230 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس في المغرب 33237 إصابة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 9 غشت الجاري. وأضاف ذات المصدر خلال التصريح الصحفي اليومي أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية قد بلغ 141731 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأضاف ذات المصدر أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 498 حالة،
وتم التأكد من 1157 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 23347 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يا رب ارفع لنا هذا الوباء. هذا كنتمنى ان شاء الله يعني فاش نديروا شي مباشر اخر ما نلقاو حتى شي اصابه، ما نلقاو ان شاء الله حتى شي وفيات. اهم حاجه كيف ما كنقول ما نستهنوش بالمرض، ما نقولوش صافي راه مشى راه خفوا الحجر الصحي، راه الحالات غاديين وكيتزادوا، الوفيات غاديين وكيتزادوا. نخافوا على وليداتنا، نخافوا على الوالدين ديالنا، نخافوا على الاهل ديالنا. اهم حاجه نبقاو في الاحتياطات الاحترازيه اللي كنقول ديما نخرجوا بالكمامات ضروريين واجباريين، كذلك وسائل ديال التعقيم والتنظيف فيما نخرجوا من الدار ضروري ننظفوا نديروا جيل ديال التعقيم، وكذلك فاش نخرجوا نتقداو ولا نكونوا خارجين برا دائما مسافه الامان بيننا وبين الشخص الثاني. كنشكركم على تبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من الدار البيضاء، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.